يوجد لدينا عادة في العمل، نعم، وهي أنه ما في أحد من أقارب أحد الموظفين يتم تعميم ذلك على جميع الموظفين في خطاب مصدر بعنوان نعي يذكر فيه مكان ووقت الصلاة عليه ورقم جوال زميلنا الذي يتلقى العزاء، فما حكم هذا الفعل؟ أما تحديد الجوال لنقل العزاء هذا لا أصل له ولا ينبغي، أما أخبار الناس عن وفاة أخيهم المسلم من أجل الدعاء له والصلاة عليه إذا كان في البلد شيء طيب لا بأس. نعم.